السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء المنى، قناة خيرية. اليوم غادي نتكلموا على موقع ترانسفير وايز، الموقع اللي كيعطينا الإمكانية أننا نحول مبالغ مالية من بنك لبنك على الصعيد العالمي في 50 عملة، وبحد الأسعار منخفضة جدا جدا. غادي واللي كان خدمت بيه أكثر من 4 أو 5 سنوات. مثلا هنا هذا هو الموقع ديال ترانسفير وايز. مثلا بغيت نحول 100 أورو للدرهم المغربي، كتعطيني 1055 درهم. هاد السعر اللي كتشوفو ديال العملة 10.98، اللي هي 1 أورو كتساوي 10.98. هاد الثمن اللي غادي تلقاوه في جوجل نفسه. 3.91 هو أجر الشركة، ويعني و96 هو سعر الصرف، واللي غادي يوصل للحساب هو 10.55. هنا كاين فاست ترانسفير اللي بغيتي يوصل فيسا، يعني غادي يوصل نهار 5 أوت. ممكن نختارو لاو كوست اللي كان كيكون ناقص الثمن، كتكون غير 3.51، كتاخد الشركة الثمن اللي كيوصل نهار 6، او لا مثلا ايزي ترانسفير اللي تاهو كيوصل نهار 5. كتقدروا ديرو كتتقارنوا الاسعار، كتشوفوا بان هنا كيعطيكم لي بنك اللي ممكن ترسلوا فيها المبلغ، وكيقول لكم حتى الاسعار. كتلاحظوا بان هنا فين كيوصل، يعني في الحاله ديال دابا سابادل هو ارخص واحد، ولكن ترانسفير وايز كتوصل، يعني كاين واحد ما كاملش شي 10 سنتيم ناقصه. صراحة في هذا الموقع رسلت يعني بزاف بنوك عالمية، بنك في ألمانيا، بنك في إيطاليا، بنوك في كندا، بنوك في المغرب، بنوك في إنجلترا. يعني تعاملت مع عملة الدولار الكندي والأورو والدرهم المغربي وكذلك الباوندز، هادو كاملين خدمت بهم في هذا الموقع. غنوريكم بعد البيانات كتبين انني صيفطت الدرهم، صيفطت الدولار الكندي وحتى الباوند. للاسف شي اللي كمسح لي ميساج ايميلات، ولكن نقدر نوريكم حتى الاسعار اللي رسلت فيها. كما شفتوا هنايا الدرهم، وصيفطت 1000 اورو، وفيت مصيفطات اكثر، غير هو للاسف شي ما كيبقاوش باينين هذوك كاملين اللي رسلت. كما شفتوا هنايا كاين غير الاورو، دابا هنا اورو الدرهم، والكاد اللي هو الدولار الكندي. نقدروا نشوفوا من هنا، نوريكم بعدا هذا الموقع شنو كيعطينا. المميزات ديال البنك ترانسفير وايز هو كيخلينا نحولوا الاموال بعملات مختلفه، كيعطينا رخيص في الخدمه ديالو، يعني رخيص جدا، وكيكون عنده واحد الخدمه سريعه. وتا الابناك، يعني واخا تكون عندك ابناك حقيقيه، حتى هما كيتعاملوا مع هاد ترانسفير وايز، يعني عندهم مش حاجه عاديه. والسعر العملات كيكون دقيق جدا، وكيكون الرسوم تحويل منخفضه، وعندك الحق تاخذ واحد ماستر كارد اللي تستخدمها في سحب الاموال بسهوله، ويوصلك حتى الفلوس وترسل كذلك الفلوس. معلومات على ماستر كارد اللي ممكن تطلب بها، اللي تقدر تخدمها مثلا في ادسنس او في امازون، تشري بها مثلا في امازون. هنا كيعطيوك واحد البطاقه اللي فاش كتكون عندك كتعمرها، كتولي الا بغيتي ترسل شي حاجه من هذا الموقع كيعطيوك واحد الرسوم منخفضه جدا جدا، وكتقدر تشري بها وتدفع بها. وكما شفتوا هنايا كتكون يعني كتوصل حتى بالمبالغ بواحد الطريقه يعني بسيطه وتقريبا مجانيه. دابا غادي نحولوا واحد المبلغ، نشوفوا كيفاش كدار. غادي نديروا مثلا باغا نرسل المبلغ، شفتوا مثلا 10 اورو كتكون غير بداك الثمن. مثلا ندير واحد 100 اورو نحولوها دولار كندي،
كيعطيك 1.65. و هاد لي تاكس كيكونوا يعني بحال كتريسبارمي، بحال كتربح بواحد 27 أورو زايدة لا حولتها من بنكة عادية. وشفتو السعر غير 99، بحال تقول أورو باش ترسل 100 أورو لكندا كنخلص عليها غير أورو واحد. فوالا هنا كي كل نهار ممكن تشوف في هذا الموقع، بعد مرات كتوصل لواحد 1.59 أو الدرهم تاو كيطلع، بعد مرات كيولي 11 وأكثر. وتقدروا تقولوا اليوم مثلا مني توصل هاد السعر 11 درهم هذيك الساعه تعلموني، وما كيعلموك ديك الساعه ممكن دير التحويل البنكي ديالك. دابا غنحاول ان شاء الله نجربوا ارسال المبلغ، مثلا 100 اورو كتعطيكم، عاود دابا شفتوا طلع ولات 1059 في العاود 1055. ندير بحال بار نرسلو عندي. المهم هما هنا قالوا لي بان 100 اورو غادي توصلني 1059 نهار 6 اوت. غادي نمشي، وهنا كيخليوك مثلا دير واحد الميساج كتكتب مثلا كيما شفتو هنايا، كتكتب مثلا شي حاجه ميرسي ولا شي حاجه اللي بغيتو. اوكي هنا باش غادي نكونتيني الخلاص كيقولك شنو كيفاش بغيت تخلص، واش بغيت تخلص من البنكة ولا من ديبي كارد ولا باش بغيت تخلص. صافي كتختاروا شنو بغيتو وصافي وكتخلصوا. هادشي اللي كاين. يعني هاد الموقع استعملتو شحال من مرة وموقع زوين ويستاهل زعما. هو اللي كنلقى فيه راحتي وكيوصلوا كيوصل السعر في ساعة في أقل مدة ممكنة. وهاد ترانسفير وايز في هاد ماستر كارد ممكن تشارجيوها، مثلا تحط فيها واحد 200 أورو وكل مرة تشري منها من الانترنت أو لا ترسلو شي حاجة ولا شي واحد يرسل لكم شي حاجة تقدروا تمشيو وتاخدوها من كيشي ديال أي بلاد نتوما فيها. يعني طريقة سريعة والاسعار منخفضه جدا وبحال فابور وصافي. نتمنى الشرح يكون فاتكم، ولا ما عرفتوش كيفاش ديروا حساب في ترانسفير وايز ممكن تخليو ليا كومنت وديك الساعه نوريكم كيفاش ممكن تسجلوا في هذا الموقع. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى تشاركوا فيها ودعموني، لان القناه في سبيل الله كيف ما عارف الاغلبيه. وان شاء الله نوعدكم اني غنحط لكم مواقع اخرى اللي مهمه واللي جربت انا شخصيا، يعني ما كنجربهاش غير اسبوع، كنكون جربتها سنين وسنين اللي ممكن اقتصدوا فيها باذن الله تعالى. اما ترانسفير وايز فريمون راهو واحد الموقع اللي زوين اللي ما فيش رسوم بنكيه اضافيه. وخليت لكم على الله سبحانه وتعالى، وتهلاو في ريوسكم، اجيبو زين، ميرسي.